وصل وفد من هيئة البحرين للثقافة والآثار تترأسه معالي الشيخ خميس بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة عاصمة جمهورية أذربيجان باكو، وذلك استعدادا للمشاركة في مراسم افتتاح اجتماع لجنة التراث العالمي 43 بحضور دولي رفيع. في باكو تعقد لجنة التراث العالمي هذا العام التي استضافتها مملكة البحرين في العام الماضي، واليوم نأتي لنشارك في هذه اللجنة العامة. ومشاركة البحرين مهمة لأنها استضافت اللجنة في العام الماضي، ولأنها أيضا تطمح لتسجيل الموقع الثالث في قائمة التراث الإنساني العالمي. كلنا نعلم أن البحرين سجلت موقع قلعة البحرين وطريق اللؤلؤ في هذه القائمة، واليوم نتطلع لإدراج سلال عالي سلسلة التلال الأثرية لتكون الموقع الثالث في قائمة المواقع الأثرية في البحرين. لذلك نكرس المواقع الأثرية كوجهة لسياحة ثقافية نوعية. العالم كله يتجه للتركيز على هذا النوع من السياحة.